يقطع أبو يحيى مسافة طويلة يومياً لدى توجهه إلى مدينة القامشلي لشراء قوالب الثلج في ظل انقطاع شبه دائم للكهرباء. الله وكيلك، جيت من منطقة بعيدة بس مشان اجي اخذ بوز، تركت شغلي تركت اعمالي مشان اجي اخذ بوز، ليش؟ لانه ما تجينا كهرباء ومي ما في، حتى صار البوز غالي، بس شو بدنا نسوي؟ بدنا نجيبه مشان نشرب كاس مي باردة بس على القليلة بس مو اكثر. شرب كأس من الماء البارد اصبح تأمينه صعبا لدى بعض الاهالي جراء ارتفاع اسعار قوالب الثلج وانخفاض جودته. والله أنسى، عم نشتغل من الصبح للمساء 5000 ليرة، يعني ما تجيب قالب بوز، يعني إذا ناكل سندويشة عليها السلام صفت يعني، إي والله، يعني من الصبح للمساء إيش بدها تسوي يعني؟ يومية العامل من الصبح للمساء 5000 ليرة، إحنا نطالب من الجهات المختصة إنه تطلب الطالب بأجرة العامل يعني يزودون إلى 8000 ليرة. أصحاب معامل قوالب الثلج يؤكدون بارتفاع تكاليف الإنتاج وانقطاع الكهرباء، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع أسعاره. صار ارتفاع قوالب لأنه كل شيء غالي، يعني كل شيء غالي، الغاز كل شيء صار عنا بدولار، عم تودي سوريا عم يحسبوها على الدولار، أجرة الغاز بخمسين دولار اليوم عم ناخدها بمية دولار، وارتفاع أجرة العامل غالي، العامل العالم العالم العامل ما بده أقل من تحت 500 ألف 600 ألف، راتبه بده 600 ألف، وهاي ولا يجي كهرباء ما يشغل شيء. نحن عم نشتغل على الميطورات ما في كهرباء. فإن لم تجدهم أمام الأفران ستجد حتما طوابير وأزمة في الشوارع أمام البسطات التي تباع موادا مختلفة تبدأ بالخبز ولا تنتهي بقوالب الثلج. نز سيد، قناة الغد، القامشلي.